مرحبا. وعد الحر دايم، هيك نحنا منقول، والوعد شغلة كتير مهمة بحياة الإنسان، ومرات كتير نحنا منوعد ومنوفي، وإذا موفينا منقول للشخص يلي ما حققنا وعدنا لإله كلمتين أو كلمة، منقول له سوري أو باردون أو ما توخذنا. كلمتين على الماشي بدها تقول لك اليوم، كون صادق بوعدك، وإلا الأفضل إنه ما توعد، لأنه في ناس كتار بيبنوا أحلام كبيرة على الوعد يلي أنت قطعته لإلهم، والله معك.